قضى زهرة شبابه وراء ظلمة حي الإعدام بعد اعتقاله وهو في العشرينات من عمره بسبب نشره لمنشورات تندد بالأوضاع. فخلال بحثه عن حركة سياسية تناسب أفكاره ارتمى في حضن حركة الشبيبة الإسلامية بقيادة عبد الكريم مطيع، إلى أنها غدرت به وقدمته عدد من المعتقلين الآخرين قرباناً لولائهم. صور مرعبة يرويها أحمد الحو، المعتقل السياسي العائد من المشرحة، عبر حلقات برنامج ذاكرة معتقل. السجن اللي صعب فيه أنك تدخل بواحد القيم بواحد المبادئ، ولكن تذبح لك هذيك المبادئ وانت داخل السجن، وحتى تصيب راسك واحد الوقت تنسيتي. ماشي حيت انتميت للشبيبة وشي، التربية ديالي انا نهار من صغري الوالد ديالي تيديني للجامع، دي 4 سنين تيدير لي جيلي ليبيا، شاري لي واحد المصحف صغير تيعجبو الحال، يشوفني انا تنقرا مع الطلبة كذا. وكان اصلا تربيت واحد الولد ديال دارهم تيعرف الجامع وتيعرف المدرسة، وحتى هذا الشيء باش غنمشي لواحد العالم اللي كله إجرام راه بالنسبة لي صدمة، وصدمة كبيرة. ماشي فترات كنت تنبكي غير بوحدي، ماشي تنبكي حيت السجن قهرني، وكيما تحملتش هذيك السلوكيات، يعني السلوكيات ديال تنسمع الناس بعادي تتسب الدين والرب، سلوكيات ديال بنادم قدامك تشد زيزوار ويقطع الأعصاب ديالو، سلوكيات ديال بعض المزاج اللي قمة الحيوانية تصيبها، يقدي مثلا يمشي يهز كاكا ديالو لوحة وسط الماكلة ديال عباد الله، يقدي يدير أي حاجة ما تتصورش بالك. وأنا هاد السلوكيات أصلا صدمتني انا، بحال شي واحد كان عايش في شي عالم ديال البرج تيشوف الناس واحد نظره ملائكيه، فاذا بيا اكتشفت الشذوذ داخل السجن، شي حاجه ظاهره عاديه، والعادي انك الاستثنائي انك ما ديروش، ولكن العادي وفوق العادي وكثر من العادي ان الناس تديرو. إذا السلوكيات بحال هذا الشيء أنا صدمتني، خلقت لي واحد الإشكال داخلي اللي تنقول واش أنا اللي ما مقادش ولا هذا الواقع اللي هو هكا داير. تجي تكتشف تتشوف السلوكيات ديال البشر، تتصيب واحد الحراس لا رحمة ولا شفقة، تيجي يضرب تيقد يعريك تيقدي مثلا غير من الاحتجاجات اللي كانت وقعت لي، انه واحد الوقت ملي تيطفيو هذاك الضوء بدينا تنحتج وبدينا تنطرقوا في الابواب ديال الزنازين، وما واحد الوقت جاوا الحراس الزنازين كلها زقات، انا الزنزانه اللي عندنا بقينا تندقوا بقينا دايرين واحد الاناشيد التوريه، ما فطناش بانهم راه ما غادي يجيو لينا. بطبيعة الحال الزنزانة الوحيدة اللي كان مازال الناس باكين دايرين أناشيد تورية وجالسين، الأخرين عندهم وسائل شي شوية مطورين، عندهم وسائل تيقدي يدبر على جاجة ديال المرايا ويخرجها من ديك الكيشية ديال الزنزانة وتيديرها تيبان له واش جاي شي حد ولا ما جايش. حنا ما عندناش هذيك التقنية، يعني خصنا تكون عندنا واحد الممارسة شي شوية داخل السجن اللي خصك تعرفها، أنا ما عرفتهاش. وبقينا دخلوا علينا، جاوا واحد المجموعه ديال الحراس، جابوا مجموعه ديال السجناء ديال الحق العام، تيصلخوا فينا داك الصليخ ديال يد من الفوقانيه بواحد الطريقه بشعه، وكثر من هذا ملي ضربونا راه بنادم منشور تيجرك من رجلك ويحطك في داك الهول تما ديال الاسمنت. بقينا عقلنا عراوني بحال نهار ولدتني امي، وواقف عليا الشاف ديالهم تيقول لي اش داك الشيء، نفعل لك بديك الهضره ديال الزنقه. يعني ما تصورتش انا كاع اشكال التعذيب يعني الجسدي
اللي كاينه في لا في عند 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 دي اس تي ولا عند السجون كاع جربتها، ولكن التاديب النفسي كان بالنسبه لي اقصى. وهذه من الصور القاسيه اللي كانت خلقت لي انا في 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 في, في لا شعور ديالي واحد الاحساس بال ب ب ب ب ب بالظلم فظيع، واحد الحاله نفسيه اللي كنت كنقد نفقد في عقلي، ان ما تخيلش انه غادي يعريوني وغادي نكون في واحد اللحظه مهدد بالاغتصاب، وتنشوف السيد تيقول لي غنغتصبك وتيحيد في السروال ديالو. يعني لحظه انا بالنسبه لي ديك اللحظه كانت عنيفه وقويه وقويه جدا، لدرجه بقيت مريض فيها شي شهر وزياده، لانه تحملت الاعصاب في كل الاطراف، باقي الاثار ديال التعذيب فيا. ولكن التعذيب النفسي بهذا الشكل، انه حتى واحد ما غادي يمنعهم باش يغتصبوني، باقي شاب صغير تيشوفك انك يعني ممكن يهزك يحطك وسط المساجن يفتكوا بك كيما بغاو، وحتى واحد ما غادي يهضر عليك. دونك هاد الحالات النفسيه انا كانت فظيعه بالنسبه لي، كانت انه تخليني واحد اللي ما نتحكمش في العقل ديالو، ربما راني قد نكون اليوم شي واحد تيدور في الزناقيه هذه الا ما متش. تتبقى كل ربما النعاس، راه النعاس تتبقى تقفز من بلاصتك، تتحلم هما واحد المجموعه تيغتصبوا فيك، تيجيوك لي كوشمار اللي ما تتصورش مع بالك، وحتى في اليقظه ديالك تتخمم غير في هذاك الشيء، كيفاش داروا ليا، واش هذا الشيء انا كمناضل، لانه مناضل جاي تتناضل شي شويه تتعود نتايا، يعني في خبر كان اما سهلش عليك انت كمناضل عشتي واحد تتفكر واحد المبادئ ساميه، فاذا بك صبتي راسك موضع ديال ابشع ما يتصور في في في, في, في الدين ديالك، وانك تتعرض للاغتصاب، ماشي سهله. يعني راه درجه الاحباط اللي تيكون عندك، شي مره تتجلس مع راسك تقول جابني لهذا الشيء، اش خلاني نوصل حتى نحط راسي في هذه البلاصه هذه وفي هذا المستوى، ماذا ربحت؟ لانه الانسان الاصل انه خصو بهذه الاخلاق وبهذه المبادئ تربح نفسه، لا في واحد اللحظه صرتي راسك خاسر نفسك وخاسرها بالبيع كما تيتقال، ماشي سهله. يعني راه تتجيك لحظات تتندم تتقول اش داني كاع لهذا الشيء، واش قربني كاع لهذا التخربيق، وعلى الاقل نبقى بعدا برا ومحافظ على واحد المستوى ديال الذهنيه ديالي وواحد الاخلاق ديالي، كيفاش غنعيش وانا مغتصب؟ دونك يعني لحظات من حسن الحظ انه بقات في هذاك الحدود، انا ما تجاوزتش هذاك الحدود، والا غادي يبقى واحد الجرح وجرح لا يمكن ان يندب لها بتاتا. وتنظن هذه من الاشكالات اللي تتواجه لواحد العدد ديال المناضلين، انه السجن اللي صعيب فيه انك تدخل بواحد القيم بواحد المبادئ، ولكن تذبح لك هذيك المبادئ وانت داخل السجن، وحتى تصيب راسك واحد الوقت تنسيتي داك التصور ديالك بانه انت راه ممكن تغير العالم وتبدل كل شيء، وكل شيء غادي يوقف معاك، وكل شيء غادي يتضامن معاك، وكل شيء غادي ابدا، لانه تتمشي تتصيب راسك واحد تتحط في واحد الركنه، واحد الثلاجه، واحد الفريغو، تتبرد على خاطرك، ولا صوت في الخارج ينادي لا على داك المبادئ اللي كنتي تدافع عليها. انا تتحدثني غير واحد قصه صغيره، مره كنت مريض بزاف، وصلت لواحد الدرجه خيبه، قالوا باش يخرجوني للسبيطار، داني بطبيعه الحال الموظف اللي معايا بالمينوط وهادي وغاديين بيا بواحد، ومن البلاصه اللي مشينا لها السيرفيس في واحد لاكو كبير،
قال لي موظف الله يخليك ندوز السيد، كل شيء رفض، رغم أن أنا وضعية خاصة والسجن خاص. هذاك هذاك الحارس رغم يعني داك الفكر القمعي اللي عنده بالك تيخوت وك وك عباد الله واش تيوا هذا الراجل راه على قبلكم دخل. ولي زاد لي زاد لي زاد يعني نقول فقسني بواحد المستوى واحد المبالاة يعاود المخ يعني لحظة فارقة بين واحد النضال ديالك لأنه شبابك وحياتك كل شيء ضحيتيه، واحد ما مستعدش يسمع معتقل سياسي واقف ورا كل شيء تعرف شنو معتقل سياسي، يعني راه أقصى وأكبر تضحيات تديرها وأنك أنك تضحي بكل الأحلام ديالك بكل المستقبل ديالك وتمشي للسجن. غتمشي للسجن حتى حاجه ما غتعوضك.